أخبار اليوم. سيادة العميد إبراهيم، تقولينا إيه عن حجم المبيعات في السوق والإقبال على سوق السيارات في ظل ارتفاع الأسعار؟ والسوق طبعا منشأ من 2003، من فترة 2003 لقبل الثورة، لقبل 25 يناير كان الإقبال في تصاعد. من بعد الثورة لحاليا لما نيجي نقارن ما بين قبل الثورة وبعد الثورة كان الإقبال أقل، يعني الحجم أقل مثلا مش أقل من 25%. المصري اللي لما بيجي بيبيع المستعمل بيذكر الزيرو، يعني رغم ان المفروض المستعمل ملوش دعوه بالزيرو. عندك علم بحمله تخليها تصدي لبعض الناس عملوها على الانترنت عشان كمواجهه يعني لغلاء اسعار السيارات؟ حضرتك شايف الحمله دي ممكن يكون لها تاثير على سوق السيارات؟ والله هو اي سلعه بتتجنبيها بتجيب نتيجه. يعني النهارده انا ضد ان المستعمل يبقى قريب من سعر الزيرو، استحاله استحاله. يبقى انا المستعمل، انا عربيه استعملتها سنه واثنين وثلاثه وخمسه وسته وعشرة باجي ابيعها بقول ايه الزيرو النهارده ب 200,000 جنيه يبقى انا هبيعها ب 150. لا ما ينفعش كده. انت لما اشتريتها كانت بكام؟ انت لما اشتريتها كانت بكام؟ وركبتها بكام؟ يبقى هتبيعها بكذا. يعني انا النهارده العربيه الضاي واللانوس النهارده بتتباع ب 110، هو كان في 2000 شاريها ب 36,000 جنيه. لما بيجي يبيعها النهارده بيبيعها ب 60 و70 ازاي يعني؟ محمد عزب، حضرتك جاي النهارده تبيع ولا تشتري؟ انا جاي ابيع عربيتي ان شاء الله. عربيتك موديل ايه؟ العربيه موديل 2015 اي اكس 35. طيب بقى لك قد ايه تقريبا؟ انا جاي جيت سوقين، ده الثالث بحاول ابيعها. كل ما قابلني تاجر بيحاول يقول لي سعر اقل من السوق. وانت شايف ان انا شايف حضرتك ان انا لو بعتها مش هعرف اشتري بالسعر ده. انا ابيع عربيتي التاجر عايز ينزلها لي تحت، اجي اشتري يبقى معلي عليا 20,000. والله ارتفاع الاسعار، اي حد النهارده جاب عربيه في 2015 من فرق 2015 2016 2017 بقى الفرق دلوقتي، يعني مثلا ممكن ادي مثال لعربيه السيراتو 2015 اول فئه احنا كنا بنبيعها ب 130 135، النهارده اول فئه بنبيعها ب 175,000 جنيه. دلوقتي اللي بيخلي بيشيل حركه السوق، اللي بيخلي اللي جاي يشتري النهارده بيقول لك لا طب انا هشتري النهارده ازاي، ده مش عارف ايه. اللي باع عربيته جاي يشتري ما بيعرفش يشتري، فاهمني؟ فما يرضاش يبيع عربيته. يعني انا اشتريت عربيه بعد ما دفعت العروض بتاعها وخلاص هستلم العربيه، قال لي لا خلاص انا جيت بدور لقيت سعر العربيه اللي انا حاجزها رفع 20,000 جنيه. ودلوقتي العربيات المعارض الزيرو ما بيسلموش دلوقتي، لو لقى حد رايح لهم بفلوس كاش ما بيدوش، يدوا له قسط. لكن اللي معاه كاش يقول لك لا ما اديكش كاش النهارده لان الاسعار كل يوم بترتفع. انصحه اللي كله يعترض عن سعر الزيرو، ما حدش يشتري زيرو نهائي، كله يقف عن سعر الزيرو، لان سعر الزيرو هو اللي بيشيل حركه السوق المستعمل. لان كل ما العربيه معاها كل ما العربيه تعلى من زيرو بيكون عليها اقبال اكتر. يعني العربيه الفرنا النهارده كانت بكام؟ كانت ب 500,000 جنيه، النهارده بقت بكام؟ ب 110 112 النهارده. طب ده بتاع ايه؟ عربيه فرنا النهارده على الطريق عربيه شعبيه كلها شغاله تاكسي بس ب 100,000 جنيه 110، ده عشان خاطر ايه؟ ولا فيها كماليات ولا اضافات ولا اي حاجه ولا غيروا شكله ولا اي حاجه، هي الفرن هي الفرن.